السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. درسنا النهاردة ازاي ان احنا نبني فايرفوكس ادونز. فكرة الادونز او الاكستنشن هي عبارة عن تطبيقات قائمة بشكل اساسي على الجافا سكريبت، وفايدتها ان هي تضيف فيتشرز او مميزات للمتصفح. طبعا المتصفحات اللي قابلة للادونز زي الفايرفوكس والكروم، ولو دخلت على ستور بتاع اي واحدة فيهم هتلاقي يعني آلاف المتصفح أو آلاف الأدونز المميزة واللي بتساعد وتسهل في الشغل. الأدونز اللي النهاردة عاوزين نبنيها وتكون فكرة نطبق عليها فكرة بناء الأدونز بشكل عام اسمها أصل، وممكن تلاقيها على الستور. فكرتها إن أنت ممكن تلاقي وأنت شغال مثلا في السوشيال ميديا أو في المواقع عامة صورة ملحقة بقصة، فأنت فكرتك إن أنت عاوز هل تعرف الصورة دي أصلية او الصورة دي بالفعل بتتكلم عن الموضوع اللي صاحب المقالة كاتبها، او هل هي جديدة قديمة. ففي عندنا خدمة بتقدمها جوجل لبحث الصور، لانك تديه اللينك بتاع صورة معينة وهو يبدأ ياخد يشوف الصورة دي في الارشيف بتاعه ويوريك المقالات اللي تم ذكر فيها الصورة دي. اولا عشان تبدأ تبني في الفايرفوكس اي ادون، لازم تتوجه للبيلدر بتاع الادون اس دي كي على العنوان التالي، وتعمل داونلود للادون اس دي كي. وعشان تبدأ تشغل الادون اس دي كي لازم يكون عندك البايثون متسطب على الجهاز. هو مديك هنا ملاحظة ان هو ما بيشتغلش غير على البايثون 2.5 او 2.6، فحاول انك تسطب اي اصدار من البايثون ما يكونش زايد عن 2.6 عشان يقدر يتوافق مع الاس دي كي. بعد ما تعمل داونلود للادون اس دي كي ابدا فك ضغط الملف اللي هينزل لك في اي فولدر عندك. بعد ما بدات فك الملفات في فولدر عندك، روح للفولدر بن وخد مساره. فانا هاخد مساره من هنا، وبعدين افتح الكوماند برومبت او شاشة الدوت وابدأ توجه بالمسار بتاعك للفولدر بن. فأول حاجة إن المسار ده موجود على البارتيشن دي، راح أكتب دي، وبعدين أقول سي دي أو تشين دايركتوري وأكتب له المسار بتاعي. بعد ما توجهت للفولدر بن هكتب أكتيفيت، وأكتيفيت دي إشارة للفايل اللي اسمه أكتيفيت دوت كات. فكتب لي Welcome to the addon SDK. كده الموضوع بقى كويس. الخطوة اللي بعد كده انك تبدأ تنشأ فولدر عشان يكون هو الادون بتاعك. فانا انشأت فولدر اسمه اصل ادون مثلا، وهاخد المسار بتاعه. وبعد كده في الكومنت برومبت هروح اقول له CD واحط مسار الفولدر بتاع الادون بتاعي. طبعا لو تاخد بالك ان الباص بقى كبير جدا، لو انت عاوز تختصر الباص ده عشان ما يضايقكش في الشغل ممكن تنفذ الامر اللي هو برومبت مسافة، ومثلا نكتب اي اسم مثلا فايرفوكس مسافة وانتر. كده بقى عندنا ايه، برومبت جاهز للشغل ومختصر. طيب نبدأ اول حاجة في الاس دي كي. عاوز ابني ابدأ ابني الاستراكشر او الهيكل اللي هقدر اشتغل عليه في الادون عن طريق الامر CFX initialization، وهطبق الامر ده. هيروح يقول لي ان في مجموعة فولدرات وفايلات اتكريتت، اتأكد من الموضوع ده. فبالفعل لقيته انه انشأ لي مجموعة فولدرات وفايلات. تعال بقى نبدأ نتعرف على الاستراكشر ده او اهم الملامح فيه. اهم ملامح اول ملف عندك اللي هو الباكج دوت جيسون، وده ملف المفروض انك بتزوده بعدد من القيم بتتكلم عن المتصفح بتاعك. تتكلم من بداية من التعريف بيه، اسمه، مجموعة الاوامر اللي فيه، الايكون بتاعته، وحاجات تانية كتير. تاني ملف مهم عندي في اللايبرري واللي هو مين دوت جي اس، وده الكود الاساسي او الانترو بتاع الكود بتاعي اللي هيبدأ يفتح لي الدنيا بتاعتي. عاوزين بقى نبدأ نتعرف ازاي نبني مثلا الباكج دوت جيسون دي او
عشان نبدأ نعرف بالأدون بتاعتنا. فهنروح فاتحين كده الباكت الجيسون مثلا، فنلاحظ ان هو مديني شوية ملامح صغيرة عنه. فمثلا بقول لي النيم، اسم الأدون بتاعتك ايه، فهسميه مثلا، و التايتل بتاعي مثلا هسميه بالعربي مثلا اصل. الاي دي ده راندوم اي دي هو عمله لك. الديسكريبشن المفروض انك تحط مثلا وصف للادون بتاعتك، والفيرجن بتاع البرنامج بتاعك مثلا كنود ايه دوت او، والليسنس دي الليسنس ايه بتاعت الموزيلا العاديه. نبدا بقى شغلنا ككود. لو رجعنا لصفحه الادون اس دي كي هنلاحظ ان هو مديني رابط تحت الاكستنسيف دوكيومنتيشن. ندخل عليها يفتح لنا الدوكيومنتيشن المخصوصه بالادون اس دي كي. بصوا انت لازم يكون عندك معرفه بالجافا سكريبت، ولكن برضو يعني لازم تكون عندك معرفه بالاس دي كي اللي هي طريقه التخاطب مع المتصفح نفسه. طبعا مش محتاجه حفظ، هو في الدوكيومنتيشن هنا بيدي لك كل حاجه باكزامبل وبيشرحها على قد ما بيقدر، وانت بس ما عليك ان انت تكوبي وتايه وتعدل وتكستمايز زي ما انت عاوز. فانا مثلا عايز دخلت على الادون اس دي كي، لو جيت هنا على الشمال كده هلاقي عندنا الانستليشن ازاي. خلاص احنا خلصنا الانستليشن، هلاقي عندي حاجه اسمها هاي ليفل اي بي ايز ولو ليفل اي بي اي. عامه معظم الشغل على هاي ليفل اي بي ايز. فلو فتحناها كده ونزلنا، انا محتاج اعمل ايه؟ اول حاجه محتاج اقول له ان انا لما باجي مثلا على لينك الصوره او كده وادوس زر فار اليمين يطلع لي اوبشن في القايمه دي. طبعا انا شغال هنا على كروم لسه ما طلعتش على فايرفوكس. فدي بتسمى في الادونز وحتى في الاكستنشنز اللي هي الكونتكست منيو. فهروح على الكونتكست منيو. نزلنا تحت على الكونتكست منيو، فتح لنا اهو. هننزل تحت مثلا هو بيشرحها وبيشرح الخطوات اللي فيها. تخيل دايما كل ما بيستخدم داله بيقعد يشرح في شويه حاجات معينه هنا. فمثلا هننزل هنا تحت مثلا على اي مثلا example advanced مثلا ونعتقد ده. فهاخده هعمله كوبي كده وهروح الفولدر library واروح على المين دوت جي اس، وهكوبي الايه الفايل بتاعي. بص عامة انت عندك لايبرز كتيرة في الاس دي كي، فلما بتيجي تستخدم اي بلايري بتيجي في الاول خالص هنا وايه وتستدعي اللايبرري بتاعتك. فهنا استدعي لايبرري اسمها كونتكست منيو ويخزنها في فاريبل، عمل منها اوبجكت تخزنه في فاريبل فين اسمه سي ام. بعد كده قال له سي ام دوت ايتم ليبل، واضحة جدا عنوان الايتم اللي هيطلع لك في زر الفار اليمين. فانا هنا اقول له ايه هسميه اصل مثلا بالعربي. بعد كده عندك الكونتكست هنا بقى، دي الكونتكست هنا ولك كونتكست منيو دوس سيلكتور كونتكست. اللي عاوز الاوبشن ده يطلع في المنيو اللي بتطلع في زر الفار اليمين فين لما ادوس على ايه؟ هل بيطلع في اي مكان؟ يعني لما بدوس على لينك ولا ادوس على ايمج ولا ادوس ولا ادوس على تكست عادي ولا ادوس على اي حاجه؟ هتلاقي عندك بقى ان انت في اوبشن هنا لازم تحطها، تقول له زر الفار اليمين ده يطلع في مكان معين. هنا هو حاطط لي ايمج وده اللي انا عايزه، لكن ماذا لو انا عايز حاجات تانية؟ هلاقيها فين او ايه الاوبشن التانية اللي ممكن احطها هنا عشان اكستمايز الاوبشن ده؟ لو رجعنا تاني على الكونتكست منيو ونزلنا هنا على ده اللي اسمها سيلكتور كونتكست، هلاقيه بيشرحها لي بيقول ان انا ممكن ان ده يكون عباره عن سيلكتور element معين زي رابط او صوره او سي اس اس سيلكتور، يعني احدد له حاجه اي اوبشن صوره رابط كلام بس يكون له سي اس اس مثلا كلاس وكذا دوت مثلا كذا او الاي دي بتاعه كذا فيشتغل عليه. او ان انا مديني اكزامبل اهو بيقول لي مثلا لو انت عاوز رابط هتضيف له الاوبشن ده، لو انت عاوز صوره هتضيف له الاوبشن ده، او ممكن تضيف له اتنين مع بعض. انا هنا عاوز بس الايمج فهضيف له الايه الاوبشن ده دوت ام كده. انا الكونتكست منيو ايتم بتاعتي هتطلع بس فين؟ على الصور. نيجي بقى على ايه الكونتكست سكريبت. الكونتنت سكريبت
البوينت سكريبت فكرته ان هو عبارة عن كود هيتزرع في الصفحة اللي انت بتشتغل عليها. يعني انا لو فاتح موقع اليوتيوب والموقع اليوتيوب فيه صور وانا هاجي على اي صورة بزر الفار اليمين وهختار الاوبشن، المفروض ان الصورة دي محطوطة فين؟ المفروض ان الصورة دي في موقع اليوتيوب، بينما الادوم بتاعك عايش فين؟ عايش في الفايرفوكس نفسه، في المتصفح نفسه. فهو بيقول لك ان دول اتنين زونز او منطقتين مختلف، يعني مش تبع بعض، صفحة اليوتيوب وبيئة عمل الفايرفوكس. فهنا بيحتاج نوع من حاجة اسمها الكونتنت سكريبت، ان هو ممكن الادوم بتاع الفايرفوكس يزرع كود جوه صفحة اليوتيوب او الصفحة اللي انت هتشتغل عليها، السايت اللي انت هتشتغل عليه، والكود اللي هناك هيلاقي حاجة معينة وبعدين يرجع يبعتها تاني للادون نفسه. اذا خد بالك، الادون هيزرع كود هيشتغل جوه صفحة الويب سايت وبعدين هيرجع اوتبوت او ناتج يرجع تاني مين؟ للادون. هي دي اللي احنا بنسميها الكونتنت سكريبت والاون ايه. مثلا في الكونتنت سكريبت هنا هو مديني هنا اكزامبل واضح جدا، بيستخدم مين؟ السيلف. السيلف دي لايبرري المفروض ان انا ابدا استدعيها فوق في الكونتست كونتكست منيو عشان هستخدمها بعد كده، فهكتب له var self يساوي require sdk self، ودي من اشهر لايبرري اللي بتستخدم دايما في الايه، في الادمز. ماشي، هو انا بقول له self dot in context لما تدوس على العنصر المعين النود على الكونتكست الايتم اللي في المنيو نفسها، النود او الطرف هتبدا تاخده. ماشي، طبعا النود في الحاله دي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ايمج، ممكن يبقى لينك زي ما قلنا، ممكن يبقى حاجه بسي اس اس سيلكتور. طيب هتاخد، هيعمل فانكشن انونيمس فانكشن هنا، واخده مين؟ واخده النود الصوره. حلو، الصوره دي انا عاوز منها ايه؟ ممكن اخد منها التايتل بتاعها، ممكن اخد منها الابعاد بتاعتها، ممكن اخد منها السورس، هو ده اللي انا عايزه. فراح عامل هنا اوبشن ايه، ريتين مش عارف موزيلا كده نود سورس، انا مش عاوز الكلام ده، انا عاوز اقول له لما هتدوس على النود اللي هي الصوره هات لي السورس بتاعها. طب هو هياخد السورس بتاعها يوديه فين؟ يوديه على مين؟ يوديه على الادون. زي ما قلنا ان هو الكود ده اللي انت شايفه ده هيستخدم جوه ال، هيتزرع جوه الويب سايت وهيرجع باوتبوت على مين؟ على الادون نفسها. طيب ازاي بقى اقول له هات لي النود دوت سورس، سورس الصوره ده، ودهولي على الادون نفسها؟ فانا بستخدم ده اللي اسمها سيلف، سوري، سيلف دوت بوست مسج، وهتاخد مين؟ النود صوره دوت سورس، السورس بتاعها. اوكي، كده انا قدرت ان انا ازرع كود في في الويب سايت هياخد السورس بتاع الصوره يبعته للادون. طيب حلو، يبقى الادون دي المفروض تكون برضه في موضع تاني متوقعه ان الويب سايت هيبعت لها رساله فيها السورس بتاع الصوره. فين المكان اللي اقول له توقع هنا السورس بتاع الصوره؟ هتلاقيه في اون مسج، وهتلاقيها في اكتر من مكان وانت شغال في الدوكيومنتيشن في الادون. فهنا مثلا اون مسج اهي، فهاخد كده الكود ده وارجع تاني للمين بت. طبعا هو عباره عن اوبشن، فهضيف هنا بس ايه، اول حاجه كومه كده وبعدين اضيف الكود بتاعي. اون مسج بتقول له هاجي لك مسج فيها مين؟ فيها بارامتر معين. طبعا انا ممكن انا ابعت اكتر من بارامتر، يعني لو انا ممكن ابعت للمسج اكتر من حاجه، بس انا استقبلهم ببارامتر تانية. ماشي، A و B و C مثلا، ابعت هنا A و B و C وهنا استقبل A و B C. ماشي، والمفروض هنا ان انا دلوقتي اون مسج بقول له خد بالك ان انت هيتبعت لك الايمج سورس، وجوه هنا ابدأ اشتغل على الايمج سورس اللي ايه هيتبعت لك. الفكرة بقى المفروض ان دلوقتي ان انا هبدأ اخد الايمج سورس دي واروح على الرابط بتاع جوجل اللي هو بيقدمه لي، اغير بس في الرابط السورس بتاع الصورة عشان يبدأ يفتح لي الموقع. فأنا بالفعل عندي الرابط بتاع الجوجل اللي هو المفروض أغير فيه موضوع الصورة اللي هو ده عندي. فأنا عاوز دلوقتي أفتح تاب جديدة، أقول للفايرفوكس افتح تاب جديدة
فيها الرابط ده مع تغيير موضع مكان الصورة. ازاي اتعامل مع التابز؟ هنرجع تاني للدوكيومنتيشن وننزل كده في المنيو في الهاي ليفل اي بي ايز، هنلاقي عندي حاجة اسمها ايه تابز. فتح التاب عندي، هنزل تحت هلاقي عندي بيقول لي اول حاجة لازم تستورد تعمل اوبجكت من الاس دي كي تابز، فهاخدها كده وفي المين هستدعيها بالشكل ده. بعد ذلك نرجع للدوكيومنتيشن، جايب لي اول حاجة اسمها اوبن تاب. ازاي ان انا افتح تاب؟ فبقول لي تابز دوت اوبن وتدي المسار، فهاخده انت كده وايه. طبعا في التابز هتلاقي حاجات تانية زي انك ممكن تاكسس تاب، تفتح تاب معينة تكون مفتوحة بالفعل، حاجات كتيرة جدا. ابدأ دور وكل حاجة موجود عليها اكزامبل ممكن تلعب فيها. هنرجع للمين وننسخ الرابط بتاعنا، بس المرة دي هنبدل الرابط ده بالرابط اللي فوق، ومكان ال XXX دي هنضطر نحط مين السورس بتاع الايمج اللي اتبعت له من الصفحة بالشكل ده. طب هنسيب المين دوت جي اس، ونفوت دلوقتي نبدأ ايه نختبر السايت بتاعنا. بعد ذلك نرجع للكومند برومبت بتاعنا زي ما احنا كنا مكملين مرة. اخر امر عملناه هنا كان سيف اكس انيشاليزيشن. نبدأ بعد كده نعمل سيف اكس ران او سيف اكس تيست عشان نبص نختبر الكود بتاعنا واي ايرورز هتطلع لنا هنا في الكوماند برومبت. فمثلا اقول له سي اف اكس تيست، فمثلا قال لي ايرور ذا نيم اوف يور باكج كونتينز ابر كيس ليتر، وان هو لازم كونتين اونلي لور كيس ليتر، لازم يحتوي فقط على لور كيس ليتر. نرجع تاني للباكج ونغير الاسم ده للور كيس ونسيف. نرجع نعمل تيست تاني، ران عشان نبدأ نشغل البرنامج. هيفتح لنا الفايرفوكس بالشكل ده احنا شايفينه ده، ومتسطب عليه الادون. لو جينا فتحنا مثلا الادون هنلاقي ادون اصل اهو بالوصف بتاعه موجود. لو جينا بعد كده فتحنا ويب سايت مثلا معين وجينا عايز صورة عاوزين نعرف الاصل بتاعها ايه، وجينا ندوس زر الفار اليمين، اتضحنا ان هو مجرد بس ما ندوس بزر الفار اليمين بيروح يبحث لنا عن اصل الصوره، بينما احنا عاوزين نختار اوبشن من المنيو. فده ليه؟ في الكود بتاعي هنا قلت له ان انا الامر ده يتنفذ لما ادوس على الكونتست، بينما المفروض ان انا اقول له اون كليك. الفرق هنا هل انت لما كليك دي بتعني الإشارة إنك تدوس على الأيتم اللي موجود في المنيو، بينما كونتكست ده كانت تعني الإشارة إنك تدوس على النود نفسها، على الصورة نفسها أو على اللينك نفسه. ده الفرق في إنك تبدأ تحسن كودك. نرجع تاني مثلا عاوزين نقفل الفايرفوكس ده بتاعنا اللي احنا فاتحينه عشان نبدأ نجرب مرة تانية، ونرجع تاني للكوماند برومبت. طبعا هنلاقي كل ده ايه الديباج بتاع الأدون بتاعتنا. نرجع تاني نكتب سيف اكس ران، فتح معانا الفايرفوكس. هلا عندي في المنيو طلع لي اوبشن اسمه اصل، دوس عليه كده هيتحول للمسار اللي احنا اتكلمنا عنه، وهياخد الصورة ويبدأ يقول لك المواضيع اللي ذكر فيها هذه الصورة. عاوزين بقى نبدأ نحسن في الكود بتاعنا، فمثلا نحط شوية ايكونز للادون نفسها، ونحط ايكون برضو للايتم اللي هتبقى موجودة في المنيو. وموضوع الايكونز ده ازاي نستخدمه سهل جدا. في فولدر الادون بتاعتي، في فولدر داتا، هكون مجهز 3 ايكونز، واحدة بمقاس 16 في 16، واحدة بمقاس 48 في 48، واحدة مقاس 64 في 64 للأيقونات بتاعتي.
اول حاجه عاوزين نحط ايكونز لل الادوم بشكل عام، فدي هتتحط في ملف الباكج دوت جيسون. لو عاوزين نعرف بتتحط فين نروح للدوكيومنتيشن ونساله، فهفتح انا الدوكيومنتيشن، هنزل تحت خالص هلاقي في عندها اسمها تور ريفرنس، وفيها هلاقي باكج دوت جيسون. فتح معايا صفحة الدوكيومنتيشن بتاعت الباكج، فنزلنا تحت بيشرح لنا ايه باكج، وبعدين بقى عامل لنا تيبل هنا في كل الاوبشنز اللي ممكن تتحط في الباكج. لو بصينا تحت هنلاقي حاجة عندها ايكون وايكون 64، دول مسار الصور بتاعتي. بقولك ان انا محتاج ايكون 48 في 48 وايكون 64 في 64، فهنروح نحط بقى الاتنين اوبشنز دول عندي في الباكج جيسون. حاجة انا مثلا بعد الاصل هنا واروح اعمل ايكون، ومسار الصورة عندي ان انا بقوله في الفولدر داتا هتلاقي ايكون عندك اسمها ايكون 48 دوت بي ان جي، وبرضو نفس الكلام في ايكون 64 بقوله في الفولدر اسمه داتا هتلاقي ايكون دوت 64. طبعا ما تنساش يا جماعة الايه الكومز اللي بتفصل ما بين كل اوبشن واوبشن. ده بالنسبة للصورة بتاعة الادون. ايه الموضوع بقى بالصورة للكونتكست منيو نفسه؟ تعال نروح للدوكيومنتيشن بتاعة الكونتكست منيو ونسيرش مثلا على الايكون مثلا، فقال لي ان في اوبشن بيتاخد في الكونتكست منيو اسمه ايمج. وبص كده في الوصف بتاعه بيقول the item icon string url او the url can be remote، ممكن ان انا احط رابط على موقع معين، a reference to an image in the addons data directory or a data url، وده افضل خيار عندي اللي هو الداتا يو ار ال. ايه الداتا يو ار ال ده؟ هو انك تحط ملفات في الفولدر داتا وتديها للادون. والموضوع ده سهل جدا، مجرد بس انك تروح على صفحة المين دوت جي اس واحط هنا الاوبشن اللي اسمه ايمج، وهو بيشير لي الصورة اللي اسمها ايكون 16 اللي هي حجمها 16 في 16. هقول له سيلف دوت داتا دوت يو ار ال، وهنا هديه اسم، وطبعا اكون متاكد ان انا بالفعل عندي اوبجكت اسمه سيلف للادم. تعال نجرب بقى المره دي، نروح تاني على الكوميد برومبت ونعمل ران للادم، بس هنقفل اول حاجه الفايرفوكس اللي فاتح بتاع الادم. نعمل هنا سيف اكس ران، فتح معانا الفايرفوكس. اول حاجه نتشك على الايكون بتاعت الادون نفسها، فنروح على ادونز اكستنشن وهنلاقي بالفعل انه في الايكون اشتغلت. نروح بقى على اي ويب سايت ونشاور على اي صوره في زر الفار اليمين، هنلاقي اصل وطالع جنبها الايكون. نجربها برضو، فاشتغلت الحمد لله. بعد ما بنينا الادون بشكل كويس وارتضيناه للنشر، فاضل بس ان احنا نعمل له باكج عشان نقدر نرفعه على الفايرفوكس ستور. فهنيجي بقى الامر سيف اكس، والمره دي اكس بي اي. فبقول لي اكسبورتنج اكستنشن تو اصل اكس بي اي، وتم بنجاح. روح للفولدر بتاعك هتلاقي الفايل اصل دوت اكس بي اي، وده الاكستنشن اللي انت هتنشره على الفايرفوكس ادون ستور. ولو رحنا على موقع الادونز الاساسي هتلاقي فوق في ريجستر وفي لوجن، سجل عضوية او اعمل لوجن. بعد ما عملت لوجن بنجاح هتلاقي عندك فوق اسمك طلع، وفي عندي تول وحاجة اسمها سبميت انيو ادون، دوس عليها هيدخلك على صفحة يطلب منك بس انك تعمل اكسبت على الاجريمنت، والصفحة اللي بعديها هيطلب منك تعمل سيلكت فايل، تختار ملف الاكس بي اي اللي عندك هتختاره وتقول له الادون دي شغاله، هل هي شغاله على كل بلاتفورمز ولا على لينكس بس ولا على الماك بس مثلا ولا على الويندوز. وهنا هيقول لي your ad passed validation with no errors or warnings. طبعا لو في warnings كتيره
هيطلب منك مهلة انه يتم مراجعة الادون دي وبعدين هي ترجع لك، وممكن برضو عشان ما تدخلش في المهلة دي انك تقول سي فول فاليديشن ريبورت وتشوف الوضع عندك عامل ازاي، وبعدين هتقول له كونتينيو. بعد كده بيبدأ يقول لك النيم، هل صح النيم زي كده والديسكريبشن كده، وتختار كاتيجوري معين لنوع الادونز بتاعك بحد اقصى 2 كاتيجوريز، وممكن انك تحط شوية ديتيلز باك كتيرة وتقول له كونتينيو. هيطلب منك بعد كده تختار كاستوم ايكون للادون، ايقونة للادون جوه الستور بقى المرة دي، فممكن اختار بقى ايه ايكون بتاعتي اللي هي مقاس 64 بالشكل ده، وممكن انك تحط سكرين شوت صورة تكون مجهزة بتشرح فيها الادون عشان توضح للناس الشكل، وبعدين تقول له كونتينيو. بعد كده ادخل بيك على صفحة وتقول له بابلش وتنشر الصورة، وان شاء الله هتلاقيها متوفرة على الستور بتاعك. يبقى كده احنا الحمد لله قدرنا نبني ادون. طبعا انت مع نفسك ممكن تنفذ الكود ده في اقل من نص الوقت اللي احنا استغرقناه في الشرح. الموضوع سهل جدا، بس معرفة بسيطة، معرفة يعني متوسطة بالجافا سكريبت، وبالنسبة للاس دي كي فعندك الدوكيومنتيشن ممكن انك تشتغل عليها بكل سهولة. اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس ده. ما تنسوش تتابعوني على المدونة بتاعتي devdoc.com، وإلى اللقاء في دروس أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.